مرحبا بكم مشاهدينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، لجنة مكافحة الفساد في السعودية توقف أمراء ووزراء سابقين وحاليين. السعودية تعترض صاروخا باليستيا قرب مطار الملك خالد الدولي في الرياض أطلقه الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية. مقتل 5 جنود يمنيين جراء انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف إدارة البحث الجنائي في عدن جنوب البلاد. ترامب يوجه تحذيرا لكوريا الشمالية في اليوم الأول من جولته الآسيوية. في أخبارنا المنوعة، مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا في فيتنام بسبب الإعصار دامري. منظار جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن سرطان القولون. الوداد المغربي يتغلب على الأهلي المصري ويتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا.